كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، ودائما من خلال الصباح دعوة للأمل ودعوة للتفاؤل، ولكن نأمل دائما أن لا نبقى في الجانب النظري فقط في هذا الحديث، ونحاول أن نتحدث عن التحديات المختلفة وكيف يمكن أن نفكر فيها إيجابا، وكيف يمكن أن نحل هذه المشكلات التي تواجهنا في الحياة اليومية. بالتأكيد هي الحياة مد وجزر، ودول الأيام بالتأكيد يوم في الاتجاه السالب ويوم في الاتجاه الإيجابي، ولكن لابد أن نكون دائما لنا تكوين ذاتي قادر على حل مختلف المشكلات. فكيف يمكن أن نجابه التحديات، وكيف يمكن أن نكون نفسنا ذاتيا لنواجه مختلف هذه التحديات والمشكلات، وندير المشكلات والأزمات التي نواجهها في حياتنا اليومية؟ هذا ما سنتحدث عنه من خلال هذه المساحة مع أستاذة المدربة شهرزاد أحمد آدم. مرحب بك مدربة التنمية البشرية، صباح الخير. أهلا ومرحب بكم، صباحكم شروق. مرحب بك، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير وعافية. سعيدة جدا إنه اليوم أكون داخل قناة الشروق في واحدة من البرامج المهمة جدا أو الموضوعات المهمة جدا اللي هي إدارة الأزمات والفوضى في حياة الفرد وحياة المجتمع. دائما كنت بقول إنه إننا لا نخطط من أجل الفشل، ولكننا نفشل في التخطيط. فبتمنى انه اليوم نقدر نقدم محاور تقدر تفيد كل المجتمع، تقدر تفيد كل الفئات المختلفة في انه نقدر ندير مشاكلنا وأزماتنا والفوضى داخل المجتمعات وداخل البيت. بالتأكيد هو إدارة المشكلات وإدارة الأزمات زي ما ذكرتي هي بتبدأ بداية بمعرفتنا بانه هذه التي نواجهها مشكلة. أيوة. فبداية نتحدث عن انه نحن نقول مشكلة متين او شنو هي المشكلة؟ طيب المشكلة انه انت يكون عندك سبب واحد، عندك حاجة واحدة. انت في الحالة دي انت حاليا انت في مشكلة، يعني عندك مشكلة واحدة. مثلا انا حاليا لو عايزة اعبر عن مشكلة، مثلا انا عندي مشكلة مع المواصلات، طيب صعبة قيرة، او مثلا عندي مشكلة في البيت، تمام. سبب المشكلة في البيت لازم يكون انه هو سبب واحد، اذا كان مثلا العنف او اذا كان مثلا التعاملات السلبية في الحالة دي. الاسباب خلينا نتحدث عنها في محور اخر، خلينا بداية نتكلم عن المشكلة نفسها. يعني أنا البواجهه عشان ما أعرف إنه دي مشكلة، كثير من الناس بيقعوا في أشياء بسيطة أو يغرقوا في شبر الموية زي ما بيقولوا. فهي ممكن تكون أشياء بسيطة ما بتسمى مشكلة، لكن إحنا بنعتقد إنها مشكلة. فشنو المشكلة؟ طيب المشكلة بيكون عندها سبب واحد وبيكون عندها حل واحد. يعني أنت بتواجه موضوع معين، حاجة واحدة، وأنت بتحاول إنه أنت تجد لها حل. دي في حد نفسها إحنا بنسميها مشكلة. طيب المشكلات المختلفة اللي بتواجهنا من خلال الحياة، ونحن دائما حريصين انه نسميها تحديات عشان هي ما تصعب علينا كمان. أيوة. لانه دائما على قولكم طبعا انه اللفظ مهم في انه أيوة. نحن ندير هذه المشكلات. طيب. فكيف نحن نبني الذات نفسها والتكوين الذاتي للفرد بحيث انه يكون واجه، يعني مواجه وقادر على حل المشكلات؟ انت كفرد لابد من انه دائما تخط في نفسك، انه لابد انه يكون عندك تخطيط مسبق لحياتك هي في حد نفسها، يكون عندك حلول لاي حاجه قد تواجهك مستقبلا او قد تواجهك في الوقت الحاضر في المضارع اللي انت عايش فيه. طيب كيف؟ بانه انت بتحاول تجدول مواضيعك، بتحاول تجدول الحاجات اللي هي انت حتمر بيها قيرة، يعني تكون عارف او دارس كل حياتك، عارف اسبابك، عارف اسرارك، عارف كل المواضيع اللي انت ممكن تقابلك، وبتحاول بقدر الامكان انه انت تتجنب اي مشكلة او تتجنب اي طرح قد يقابلك في المواضيع. طيب في بعض الناس اللي الواحد منهم بتقابله مشكلة او بيكون هو عايش فيها فما بيقدر انه يحلها. طيب انت ما بتقدر تحل المشكلة بتاعتك في حالة واحدة، في حال انه انت مثلا ما لجأت للشخص الصحيح او ما لجأت للجهة المختصة في حل المشكلات. فبنلقى كثير جدا من اصدقائنا اصحابنا بيدخلوا في مشكلات لكن بيمشوا يستشيروا اشخاص هم ما جديرين بانهم هم يدوهم حلول صحيحة او حلول سليمة. فبنلقى انه الواحد طلع من اطار المشكلة بتاعته، اتفقمت المشكله بتاعته لانها هي حتعمل له ازمه بعد شويه، لانه طيب بيد عنده مجموعه من الاسباب المتراكمه. احنا قبل ما نلجا للاخر في حل مشكلاتنا الذاتيه، خلينا نتكلم في اطار حل المشكله بذاتنا. يعني يكون عندنا تكوين قادر على المواجهه، تركيب قادر على انه نحن نحل بعض المشكلات، لانه بالتاكيد ما كل المشكلات نحن قادرين بانه ننقلها لاخر. طيب فأنا بتكلم عن التكوين الذاتي ده،
المعطيات اللي ممكن يمتلكها الفرد لأنه يكون قادر على مواجهة هذه المشكلات. طيب أنا كفرد إذا مثلا واجهتني مشكلة، أول معطى بالنسبة لي إنه أنا أحله أعرف السبب بتاع مشكلتي كان شو. تمام. طيب الحاجة الثانية، أنا أضع المشكلة بتاعتي في إطار التحليل، أحلل المشكلة بتاعتي بكل الجوانب، هل هي مشكلة بعيدة المدى، هل هي مشكلة قصيرة المدى. قصيرة المدى وبعيدة المدى أنا بقصد بها مدى التأثير بتاعها، هل ممكن تأثر علي مستقبلا أم أنها هي حتستمر معي حاليا. طيب أنا بعد ما أنه أنا حللت المشكلة بتاعتي، عرفت المشكلة بتاعتي، عرفت أسباب المشكلة بتاعتي، بعدها أنا ببدأ برتب أنه أنا كيف حأبدأ أطلع من المشكلة. بتبدأ تطلع من المشكلة في حال أنه أنت نفسياً تحاول تهيئ نفسك أنه أي حاجة هي حتمر، أي حاجة هي عندها سبب، وأي حاجة هي عندها حل في نفس الزمن. صح، واليقين الدائم. فلابد من أنه الواحد يهيئ نفسه بأنه كل الأشياء اللي بتمر علينا في حياتنا اليومية أنها هي عندها حلول قيرة. طيب بالضبط، هو الإيمان واليقين بأنه يعني بعد العسر يسر يعني. فما دائماً نحن يعني بنمتلك اليقين ده، كثير من الناس بيعتقدوا انه المشكله دي نهايه الدنيا يعني. ايوه بالضبط. فده المهم زي ما ذكرت انه نعرف انه في الناحيه النفسيه حاجة. مهمه جدا في حال انه انت واجهتك مشكله، لابد من انه تكون انسان متزن نفسيا، لانه الاتزان النفسي هو حل في حد نفسه. انه انت عرفت المشكله بتاعتك هي شنو يعتبر حل. يعني في بعض الناس بيقول لك والله معرفه سبب المشكله هو في حد نفسه 90% حل المشكله بتاعتك. صح، ممكن نعرف المشكله وممكن نعرف الحل، لكن كثير ما بنكون دايرين في دائرة الحل دي لزمن طويل. برضو خلينا نتكلم في الجانب ده، في إنه نحن تحديد الفترة الزمنية للحل وكيف يمكن إنه نجزئ الحلول والخطوات للحل وغيرها اللي ممكن يمتلكها الفرد لحل المشكلات المختلفة. أول حاجة زي ما تكلمنا قبل شوية يعني إنه الفرد هو في حد نفسه لازم يكون عارف المشكلة بتاعته هي مشكلة شنو، طويلة المدى، قصيرة المدى وغيرها. طيب بما إنه أنت حاليا عارف نفسك إنه أنت حاليا داخل في مشكلة، بيبقى بعد كده بتبدأ تخطط تخطيطات لإنه أنت تطلع من المشكلة دي كيف. تمام. طيب تبدأ تخطط بإنه أنت حتلجأ لمنو في حل المشكلة بتاعتك، هل حتلجأ لصديق أم خبير، أم حتلجأ لأنه أنت مثلاً حتشوف التفكير من خارج الصندوق، اللي هو بنتكلم عن أنه أنت مثلاً بتشوف فئات تانية من مجتمعات مختلفة واجهتهم نفس المشكلة اللي أنت حالياً فيها، فبتحاول أنه أنت تتبع السلوك الحلي بتاعه. ما كل المشكلات محتاجة لتفكير معقد جداً، أحياناً التفكير المعقد، التفكير الكثيف في المشكلة هو في حد نفسه مشكلة أخرى عميق زيادة. فأنت بتبدأ أنه أنت بدأت تتعمق في مشكلة، لكن بتلقى نفسك أنت دخلت بعد كده أزمات، وصلت مرحلة بتاعت فوضى غيرها. ونحن يعني قبل ما نتكلم عن تحول المشكلات وتفاقم الأزمات زي ما ذكرتي، خلينا في دائرة المشكلات الفردية ده. بالتأكيد يعني من خلال مركز التدريب بيجيكم مجموعة من المشكلات، فبما أنه نحن اليوم صباحا بنبحث عن حلول، فيعني أعظم المشكلات اللي بتصلكم في المركز بتكون شو في دائرة الفرد؟ دائما في دائرة الفرد بتكون المشاكل العائلية المختصة بأنه مثلا المعاملة بتاعت الأب أو المعاملة بتاعت الأم، المشكلات مثلا واحد بيقول لك والله أنا بحاول دائما أخطط لاقتصادياتي، لكن في النهاية بلقي أنه أنا ما قادر أوفر. يعني مثلا ده في النواحي الإدارة بتاعت الماليات، لكن الغالبية العظمى بتجينا في مشاكل بأنه نحن ما قادرين نحل مشاكلنا الشخصية، إذا كانت العاطفية على إطار الأسر المجتمعية بشكل عام. من أكبر المشاكل أول كثيفة جدا الدائرة بين الشباب، إنه الواحد بيجي يقول أنا والله أنا مشكلتي في إنه أنا ما قادر أتواصل مع الناس غيره. طبعا دي مشاكل بتجينا في حال إنه الواحد عايز يحل مهارات التواصل الاجتماعي وغيره، وهي يعني ذاته اقتناع إنه أنا لازم أصل مركز أو مدرب عشان يساعدني في مشكلتي. أعتقد إنه الموضوع ده أيضا ما كثيرين عندهم هذه الثقافة، دائما بنلجأ لانه نحن يعني قادرين على انه نحل مشكلاتنا، بنكابر على بعض المشكلات. يعني هي بعض المشكلات ممكن حلها، احيانا نحن بنكون مبادرين بانه نحن بنمشي مجتمعات طلابيه داخل الجامعات غيره، بنتكلم معهم عن انه نحن ممكن نحل معك مشكلتك، ممكن نساعدك، ممكن نضع لك حلول جذريه غيره، بانه نحن بنقدم لهم دعوه مبدئيه. بعدها بيجوا يعني داخل المراكز. اكثر حاجه احنا مستهدفين الفئات الشبابيه، لانه لو نحن اصلحنا مشكلات الشباب اكيد اللي قدام ما حيكون عندنا مشاكل يعني. صح، فهي الفئه العظمى المشكلات المجتمعيه يمكن تكون هي اعظم، وذات الخروج عن دائرة الذات ده عنده معطيات كثيرة حنرجع نتكلم عنها. لكن ذكرنا إنه المشكلة إذا لم تحل تتفاقم لأزمة، فخلينا برضو يعني نعرف المشاهد وكل اللي بيسمعونا اليوم في إنه شنو الفرق بين المشكلة والأزمة. طيب المشكلة إنه أنت بيكون عندك حاجة واحدة مسببة لها سبب واحد،
يعني المشكلة هي حاجة عندها سبب واحد فقط. طيب لما نجي نحول إنه نحن والله عندنا أزمة حاليا، عندنا أزمة معناها نحن عندنا مجموعة من المشاكل، إذا عندنا مجموعة من الأسباب متراكمة مع بعضها البعض، في الحالة دي إحنا تحولنا لإطار الأزمات ووصلت لأزمة. أيوة. الحل ممكن يكون معقد أكثر لكن ممكن كمان. أيوة ممكن كمان. في الأزمات أنا حقول لك إنه الحل بسيط جدا. الحل إنه نحن أول حاجة نحدد المشكلات الموجودة عندنا، ما هي الأزمة مجموعة من المشكلات، إذا مجموعة من الأسباب، بنجي نحدد كل الأسباب بتاعتنا، بعدها بنختار الأولويات في الحل أو الأكثر تأثيرا، بنرتب الترتيب تصاعدي أو تنازلي، بعدها بنبدأ بعملية الحل. الأكثر تأثيرا ولا الأقرب حلا، يعني الأيسر حلا؟ لا ما الأيسر حلا، إنما المشكلات لابد من إنه أنت تجد ترتيبها على أساس إنه الأكثر تأثيرا شنو الحاجة اللي هي أصلاً حالياً السبب الرئيسي المؤثر عليك. في مدرسة بتتبعوا موضوع الثقافة الموجية دي في إنه كل ما عليت المشكلة الأيسر حلاً تكون محفز بسرعة. أيوة. لحل بسرعة لحل المشكلات. أيوة في بعض الناس اللي بيشوفوا كده، لكن أنا من وجهة نظري إنه الواحد يبدأ بالحاجة الأكثر تأثيراً، لأنه أنت لو حليت مشكلات بسيطة جداً، طيب انت ما لسه عندك السبب الرئيسي اللي هو اصلا وصلك لمرحله الازمه اللي انت حاليا فيها. فلو انت حليت السبب الرئيسي بعدها بدات بالاسباب الفرعيه قد تصل. لكن في بعض الاحيان اذا انا مثلا بدات بانه انا احل مشاكلي الصغيره، تمام، انا بعد شويه حلقي انه السبب الرئيسي ازم لي المشكلات، ازم لي الازمه اللي اصلا هي كانت عندي بانه اتفاقمت ازمات اخرى، يعني ازمات او اقصد عفوا مشاكل اخرى. فيبقى لابد من انه انا ابدا بالحل بتاع انه اولويتي شنو حاليا، انا ابدا احل. يمكن كل اللي بيسمعونا الان احنا بنتكلم عن انه لازم نفكر ايجابا ولازم نجد حلول والحلول ممكنه وغيرها، قد يشوفوا فيها نوع من التنظير، انت بالتاكيد يعني بتشاهدي الجانب ده. فخلينا نحن مباشره نتكلم بطريقه واقعيه. أوكي. يعني قبل ما ننتقل للمشكلات المجتمعيه في مساله الاسره والفرد، اعمل شنو عشان احل مشاكلي؟ يعني انا عندي مجموعه من المشكلات اليوم في الأسرة أو مجموعة من المشكلات على إطاري الذاتي، إذا كان في التعليم أو في العلاقات أو غيرها، أعمل شنو عشان أنا أحل المشكلة؟ طيب هقول لك إنه تحدثي مع نفسك ذاتيا، تمام، بين أنت أعرفي مشكلاتك بعدها أبدي عملية الحل. في كثير جدا مننا الواحد بتلقاه هو عايش في موجة بتاعت مشاكل داخل، حتى في أزمات، لكن ما بيفكر بأنه هو يحلها، فقط بتلقاه هو زهجان، هو مستاء. ليه؟ لأنه أنت ما قعدت، ما فكرت مع نفسك، ما راجحت نفسك يوميا. قبل ما أنك أنت تنوم لابد من أنه يكون عندك مذكرة تكتب عليها كل الملاحظات بتاعتك اليومية، أو حتى لو ما كانت مذكرة ممكن وإنت خلاص على النوم ممكن تحاول تستوعب الحاجات اللي كانت مرة بك خلال اليوم، تبدأ تخطط ليومك بكرة، أنا من الصباح أبدأ بشنو، هعمل شنو غيره. التفكير السليم دايما بيأدينا للحلول السليمة. فكل ما إنه إنت كان تفكيرك إيجابي، كل ما إنه إنت كنت مخطط مرتب لذاتك، مرتب لأولوياتك، كل ما إنه إنت هتبعد تماما من إنك تقع في المشكلات. أحيانا في مشكلات عرضية، احنا ما بنزعل انه احنا تقابلنا مشكلات، لكن المشكلات قد تكون مشكلات عرضيه، فلابد من انه انت تكون مستعد تماما لانه انت تواجهها، لابد من انه انت يكون عندك توقعات بما سيكون عليه المستقبل. ما تخلي حياتك همجيه تنوم وتصحى وعلى كده خلاص، لا، لابد من انه يكون عندك ترتيب فكري وترتيب مبدئي لحياتك المستقبليه. صح، وهي الحياه بالتاكيد ما بتمضي على وتيره واحده. خلينا مباشره ننتقل لجانب اخر في حديثنا عن المشكلات المجتمعيه، نخرج عن دائرة الذات، ويمكن هي دي الأعظم، يعني أيوة. في أنه الإنسان يسعى لحل المشكلات الموجودة في مجتمعه وفي المجتمع حوله، الانتماءات الوطنية وكيف يمكن أنه تكون هي حل لجوانب مختلفة في مجتمعك حولك وكذا. فخلينا مباشرة نتكلم عن المشكلات المجتمعية وطريقة طيب. حلولها. نحن لو جينا نتكلم عن المشكلات المجتمعية في حد نفسها، حنلقى إنه في رابط وثيق جدا بين المشكلات المجتمعية ومشكلات الفرد في حد نفسه. إذا نحن حلينا مشكلاتنا نحن كأفراد، أكيد ما حنواجه مشكلات مجتمعية، لأنه المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأفراد. فإذا نحن من البداية كنا كأفراد تخطيطنا سليم، غير إحنا حنطلع من إطار المشكلات المجتمعية. طيب المشكلات المجتمعية دي معناها في مجموعة من الناس عندها مجموعة من المشاكل، اتحولت المشاكل دي كلها أو انعكست كلها على إطار المجتمع. مثلا حاليا لو جينا مسكنا المشكلات الاقتصادية، بنلقى إنها ما فقط مؤثرة على إطار الفرد، إنما هي مؤثرة على إطار الجماعات. ما حقول لك والله إنه المشكلة كانت هي سببها الرئيسي الفرد،
لانه هو الفرد في حد نفسه لو كان فكر من البدايه تفكير سليم، بدا يثيق حياته حاجياته بطريقه صحيحه بطريقه سليمه، ما كان وصل لانه هو ياثر على المجتمع، او ما كان المجتمع في حد نفسه قدر ياثر على الفرد. ففي علاقه وطيده جدا بين المشكلات الفرديه والمشكلات المجتمعيه. ولكن خلينا في دائره مشكله الاقتصاد اللي في راينا اصبحت ازمه، يعني في الحديث عن انه هي مشكله متفاقمه بتعاني منها كل الاسر السودانيه. فبما ان احنا بنتحدث عن حلول، هي الحلول بالتأكيد ما تمليك لحل مباشر لعلاج لأزمتك الخاصة في الاقتصاد أو اقتصاد الأسرة أو غيرها، لكن احنا بنتكلم عن حل من خلاله يمكن أن تكون منتج أو غيرها، يعني تكوين للفرد. وده حديثنا عن التنمية البشرية فإنها خاصة بالفرد. فكيف يمكن أنه يتجاوز المشكلة دي من خلال الأسر، من خلال المجتمع، إذا تحدثنا عن أزمة الاقتصاد بشكل خاص؟ طيب، من خلال أزمة الاقتصاد نحن هنقول إنه نحن كأفراد داخل البيوت، كأسر داخل البيوت السودانية، لابد من إنه نحن دائما نفكر في إنتاج. هو الاقتصاد ضعف الإنتاج، أو ممكن المشكلة الاقتصادية تكون هي عبارة عن مشكلة تضخمية. هو تفكير في الحل، هو مجال واسع في حد نفسه. طيب، أنا حاليا لو بعاني من مشكلة اقتصادية والأسرة بتاعتي بتفكر أو بتعاني من مشكلة اقتصادية، أنا هقول لها إنه الحل بتاعنا إنه نحن نفكر في طرق جديدة لعملية الإنتاج، نفكر في طرق جديدة لإنه نحن نوسع من وسائل كسب العيش داخل الأسر. طيب، من خلال انه نحن المشكله بتاعتنا هي اصبحت حاليا مشكله مجتمعيه، فدي لابد من انه المجتمع في حد نفسه او الـ 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 الوزارات المختصه بالمجال الاقتصادي تبدا تضع حلول اقتصاديه، لانها مثلا تعيين القوى العامله الشبابيه حاليا هي موجوده بكميات كثيفه جدا عاطلين عن العمل. البطاله هي في حد نفسها مؤثر على الاقتصاد، لانه هو باطل موجود في البيت ما عنده عمل غيره. التوظيف حل، لكن نحن ما بنزعى دائما لانه لازم تمتلك وظيفه، وبنعلم انه الان مشكله التوظيف قد تكون كثيره. بدات الحديث بكلام جميل في حديث عن الانتاج، لكن اداره الفرد في انه انت اذا لم تتحصل على وظيفه فانت عاطل عن العمل، يمكن ده ايضا مفهوم لابد انه يعني يتحرك فيه ولابد من تغييره. فده دوركم في انه هو تغيير التفكير، تغيير في انه هو كيف نحن نخلق حل للمعادلات في ظل المشكلات الاقتصادية. طيب، نحن للأفراد في حد نفسهم كنا مستهدفين الفئات الشبابية لتحسين الوضع الاقتصادي، فكنا بنطرح مشاريع اقتصادية للشباب بأنهم هم حاليا بيقدروا يعملوها. مثلا أنا حاليا كشاب ما حقدر أوفر مبلغ كبير جدا أبدأ به مشروع، لكن إذا مثلا خططنا مع المجموعات الصغيرة الشبابية بأن أنتم مثلا ممكن تعملوا مشروع في حد نفسكم، رأس مال 100,000 50,000، ممكن أنه يوصلكم لمشروع حقيقي تستفيدوا منه أنتم كفئات شبابية. طيب، في الحالة دي إحنا كده وصلنا لحل أنه إحنا نوصل الشباب ده لحلول. طيب، في بعض الناس اللي بيشوفوا انه والله الوضع الاقتصادي اللي هم فيه حاليا ده ما عنده حل، او انه الواحد يقول لك والله انا بحثت عن عمل، انا خلاص يعني ضاقت بي بالمعنى العام، تمام؟ فيبقى في الحاله دي هو بيكون نفسيا يتدمر. فنحن بنيجي كدورنا في التنميه البشريه انه نحن بنقول له انه انت يتعامل، بنبدا نشوف المستويات التعليميه، التاهيلات، الحرف اللي هو ممكن يشتغلها، بندعمه نفسيا لانه العامل النفسي هو في حد نفسه قد يكون سبب في النجاح، او سبب النجاح ممكن انه يكون العامل النفسي. كل ما انت كنت نفسيا سليم، كل ما انه انت كنت قادر على الانتاج، كل ما انه انت كنت قادر على فتح سبل للعيش، سبل جديده يعني. فبالتالي بنحاول نركز معاهم على انه المشاريع ما دائما ان انت تفكر في مشروع معناها الموضوع عميق جدا او بعيد جدا، او ان انت تحسن وضعك الاقتصادي معناها الموضوع بعيد. لا، تحسين الوضع الاقتصادي ممكن يبدا بالحاجات البسيطه جدا عند الشباب. يعني انت كشاب ممكن تعمل اي عمل بحيث انه تحاول بقدر الامكان تخفف الضغط على الاسره، بالتالي تخفف الضغط المجتمعي الحاليا حاصل يعني. صحيح، وهو يعني فهم بدايه الحل بالتفكير ده، يعني كثير من الناس حتى من تطبيقات من غيره. أيوة، اصبحت الان حاليا يعني مو مقصر معك، تزعى في جانب لانه تمتلك اقتصاد يعني بقدر سليم وبقدر يعني يكفي حاجه الاسر وغيرها. فيمكن الكلام عن الشباب والتغيير ده جانب كبير لابد أن نتحدث عنه في حلقات قادمة. فخلينا نختم بمحور مهم في إدارة المشكلات، ممكن هو في جانب تخصصك، عن إدارة المشكلات في المؤسسات. طيب، إدارة المشكلات في المؤسسات لابد من أن احنا نتعرف على كل جوانب المؤسسة الموجودة، بعدها نحن بنحاول أن نضع حلول لكل المشكلات المتوقعة حدوثها داخل إطار المؤسسة، ما داخل إطار المؤسسة بشكل عام، إنما داخل إطار الإدارة الأهلية داخل المؤسسات. مثلا الـ HR
كحل المشكلات بتاعتها. اول حاجه نحن بنقعد مع الاتش ار بنتوقع الحاجات اللي ممكن تقابل الاتش ار كوظيفه مثلا او كاداره قائمه بحد نفسها. مثلا في الادارات الماليه بنحاول ان احنا نحاول نجد حلول حقيقيه بالنسبه لافراد المؤسسات الماليه وغيرها. بعدها نحن كل ما انه نحن تكلمنا مع كل اداره على حده بدينا نرتب مشاكل كل اداره على حده، بالطبع نحن كده حنكون حلينا مشاكل الاداره بشكل عام او مشاكل المؤسسه بشكل عام. نحن نتمنى انه دائما نكون بنفكر في الحلول لكل المشكلات، نتمنى انه قريبا نجد يعني حلول لكل مشكلاتنا الموجوده على اطار الفرد وعلى اطار المجتمع وصولا لحل لكل الموجود في الواقع. شكرا لك جزيلا شهرزاد احمد ادم مدرب للتنميه البشريه، كانت حضور معنا اليوم للحديث عن اداره المشكلات والازمات المختلفه في المجتمع. شكرا. الشكر والتقدير لكم برنامج صباح الشروق. ان شاء الله نتقابل معكم في حلقات اوسع في مواضيع اوسع. اتمنى انه نحن نكون قدمنا القدر الكافي من المعلومات اللي تقدر تساعد الفئات المجتمعيه على الفرد والجماعات بانهم يكونوا قادرين على حل المشكلات وحل الازمات داخل الاسر وداخل المجتمع بشكل عام. تحيه طيبه. شكرا جزيلا.